المؤامرة الكونية. أقنعوا أشباح في العرض الأول لفيلم الكاهن. بتدور حوالين فكرة نظرية المؤامرة. حاولت ألاقي الدليل اللي يثبت إن التنظيم فعلاً موجود. هدفهم السلطة والفلوس وفاكرين نفسهم فوق العالم. هل في مجلس سر بالعالم بيتحكم فينا؟ لو كملوا على الحالة دي حياتنا كلها هتبقى في أيديهم. بكاستومز الكهنة والأشباح والأقنعة انطلق العرض الخاص لفيلم الكاهن امبارح بالليل بحضور فني كبير. فتواجدوا أبطال الفيلم حسين فهمي، جمال سليمان، درة اللي حضرت مع زوجها هاني سعد، إياد نصار، وغاب عن العرض من أبطال العمل محمود حميدة وفتحي عبد الوهاب. وحضر بعض الضيوف زي بشرة، أحمد حاتم، بوسي شلبي، بالإضافة لأسامة نقلي سفير السعودية في مصر، بما أن العمل ده من إنتاج سعودي مصري بالتعاون مع المنتج زكي حسنين. المملكة العربية السعودية ومصر فيها إمكانيات عالية جدا وفيها إمكانيات زاخرة جدا وفيها إمكانيات ممكن من خلال الشراكات بين البلدين إنها تدعم الفنون ليس فقط في السعودية ومصر، ولكن أيضا من شأنها أيضا أن تدعم الفنون في العالم العربي. والله إلى حد الآن تجربة جدا جميلة رغم الظروف الصحية اللي مرت بها العالم، ولكن الحمد لله أعتقد إن شاء الله نحن تمكننا من عمل فيلم كبير بمجهود جبار من أخويا عثمان أبو لبن. وصراحة حتى أنا أشكر الفنانين إنهم هم يعني كانوا جدا متعاونين رغم الجائحة. وطبيعي عمل فيه أسماء زي حسين فهمي، محمود حميدة، وجمال سليمان وغيرهم كتير يحقق نجاح كبير وتفاعل على السوشيال ميديا، خصوصا ان موضوع الفيلم شوية غريب وكالعادة بيشد المتابعين. مين اللي بيحاول يخلص منهم يا علي؟ اللي فاكر نفسك النهاردة اكبر منه بكرة جايز تقلب البحر عليه عشان تلاقي. الموضوع مهم قوي، الموضوع بنتكلم فيه عن حاجات تهم العالم وتهم الناس كلها، لازم تشوفوا المؤامرة الكونية. في ناس ضد نظرية المؤامرة، يقول ان كل ما تتكلموا تقولوا نظرية مؤامرة، لا في ناس والله التجربة ان شاء الله يحبوها الناس. يعني انا بالنسبة لي حبيتها، كانت تجربة جميلة جدا مع هذا الكاست الرائع، والامكانيات الانتاجية اللي كانت وراء العمل الحقيقة يعني عمل كان يعني احترافي بكل المقاييس. واكيد مهمة المخرج عثمان ابو لبن ما كانتش سهلة مع كل النجوم الكبار دول، بس قدر يوفق بينهم ويورينا كيمستري كبيرة كانت واضحة في الصور اللي بتنتشر من الكواليس. أنا استمتعت بالشغل معهم، يعني ناس محترفة جدا، ناس شاطرة جدا، بيعملوا مجهود رهيب فوق ما احنا كنا نتخيل. يعني الحقيقة انبسطت جدا جدا بالشغل. وواضح إن الفيلم ده حالة خاصة بالنسبة لإياد نصار، عشان كده شفناه على الريد كاربت مع ابنه وبنته في أول ظهور في مناسبة عامة عشان يتابعوا دور والدهم المعقد قوي في العمل ده. أنا من وجهة نظر إنه الفيلم ده بيطرح جنرا جديدة في السينما ما عملناهاش قبل كده، اللي هو مثلا لو هنشبه في العالم ده اللي هو داون براون، يعني دافنشي كود والأفلام دي اللي هي الحاجات اللي بتدور حوالين فكرة نظرية المؤامرة. احنا مش بنتكلم انها موجودة مش موجودة، مش ده الموضوع، يعني على قد ما هو النوع ده ما اتطرحش قبل كده. وعملته لكل شر في الدنيا دي سعر. انت كمان هتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ هيقتلوك. مش قادر اصدحهم. وبين المؤامرة والمشاكل اللي بتواجهه في الفيلم هنشوف معاه زوجته اللي بتقدم دورها درة، واللي كانت متحمسة لعرض العمل ده من لما انتهى تصويره من حوالي 6 شهور. فكانت نشرت الصورة دي اللي جمعتها مع أبطال الفيلم وكتبت: شرفني وأسعدني العمل مع هؤلاء الأساتذة الكبار. هو كلهم نجوم كبار، ده فخر وشرف ليا يعني ان انا اكون موجوده معاهم. التعامل معاهم يعني سواء في الكواليس او قدام الكاميرا الحقيقه يعني منتهى الاحترام والمتعه في التمثيل نفسه. حاولت الاقي الدليل اللي يثبت ان التنظيم فعلا موجود. هدفهم السلطه والفلوس وفاكرين نفسهم فوق العالم. والمشاهد دي من الإعلان الرسمي للفيلم والبوسترات وكل الأخبار اللي طلعت عنه خلت الكل يخمن إن هو بيتكلم عن القوة الخفية اللي بتحكم العالم اللي بيشاوروا ليها القطار بالماسونية. بس الموضوع مش بالبساطة دي. لا مش بالجينيريك قوي ده، يعني مش بالشمولية دي. هو بيتكلم عن قوة، يعني قوة على الأرض، تنظيم ليه شكل بقوة، بس هل هو بيحكم العالم بشكل أو بآخر؟ هما بيسعوا ده من خلال حاجة، يعني بيسعوا ده من خلال التحكم زي ما قلنا في النظم والمعلومات، بس يعني هو مش بيتكلم عن اوردر بعينه. واكيد الكل متحمس دلوقتي، خصوصا بعد ما نزلت اغنيه الفيلم اللي كانت ديو بين نهال نبيل ومكة عزب. صوتك ما عادش منك، ولدك ما عادش ملكك، نفكر انك تملك ولا مين هو اللي ملكك. عالم هيوجعك. لا الحمد لله الفيدباك كان مميز جدا، لاني برضو التجربه كانت جديده عليا ان انا اعمل فيتشرينج دويتو مع حد رابر. طبعا مكة عزب بوجه له تحيه كبيره وبقول له بيست اوف لاك، لان هو بصراحه ادى بشكل برضو مختلف جدا عن كل اللي موجودين في الساحه شويه. ماشي في ارض المشاكل
يدور على الحلو.